هيفيد بإيه الندم يا صباح؟ اللي حصل حصل، والعيط على الفايت نقصان عقل. يعني هنستنى بقى لما الدنيا تتربى في دماغنا يا اخويا، العيط على الفايت نقصان عقل لكن ما دام الفايت ده ورانا ورانا يبقى لازم نقعد ونفكر ونشوف هنتصرف فيه ازاي، ما نعمل ايه في النستانس اللي ملوش اخر ده. العمل عمل ربنا يا صباح. انا زمان لا عملت حساب لشخص ولا عملت حساب للي هيحصل قدام، وبعدين ربنا ما كسفنيش قبل كده. ربنا سيطرها معانا يا صباح، انا وانتي ولاد الغلبان اللي نايم جوه ده مش هنيجي دلوقتي بقى وننع الهم. سيبي توكلك على الله يا صباح، وقول يا رب، وان شاء الله ربنا هيفرجها. نعم بالله، بس دول جبابره والدم عندهم اسهل من صباح الخير، واحنا ملناش غير. هنعمل ايه بقى لو اتعرضوا لك ولا عملوا فيك حاجه؟ انا مش سهل يا صباح، واللي يتعرض لي ابهدله. وبعدين عايز اقول لك حاجه، اللي معاه رب العباد ما يخافش من العباد، واحنا جينا له بنيه صافيه وبقلب. مش هنيجي دلوقتي بقى نقلع الهم، ما تخافيش من حاجه يا صباح، ربنا احلى من كده بكتير. ما تخافيش يا صباح، المهم انك ما تفتحيش الباب لاي مخلوق طول ما انا مش موجود في البيت، ولو حصل اي حاجه كلميني في التليفون، انا هتكل على الله. طب مش هتبص على عقليه بنادم شي؟ هو صحي؟ مات ولا اشتري له؟ اسمع، انت قادر لهم صح؟ والله الواد ده فيه الحشيه لله.